اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهارده هنعمل تسيح الزبده. الزبده دي من القشطه اللي احنا عاملينها، يعني كنت عاملاها معاكم برضك قبل كده في فيديو تاني، بس يعني ببتدي احوش القشطه بعملها على طول زبده. هولع عليها النار وبعدين هنرجع ليكوا تاني. اللهم كفينا شر النار يا رب. ولعت عليها النار، انا بحب نار هاديه. بعدين هسيبها بقى تسيح، طبعا هي قوام بتسيح على بصوا. هرجع لكم تاني. بتسيح من تحت كمان، اهي باينه اهي. معاكو كده خطوة بخطوة. اجي اهي بتبتدي، بصوا عاملة ازاي سيحت، تقريبا من تحت كله سيح، بتاخد من تحت وبعدين بتطلع على فوق تسيح كله الزبدة. اجي يا جماعة الزبدة اهي طبعا ساحت في الوقت دوت. بحط بقى ايه شوية ملح. بسم الله الرحمن الرحيم، بس كده. وبردك بسيبها تكمل، ناقص حتة بصوا. هرجع لكم تاني. اهي يا جماعة ابتدت تغلي اهي السمنة، طبعا هتطلع اهي. وبردك على نار واطية مش عالية، عشان على اساس ما تتحرقش. انا مش عايزة المرطة تتحرق، عايزة تبقى لونها بردك حلو عشان احطها في المش اللي عندي. ادي يا جماعة الزبدة، بصوا خلاص قربت تغلي. انا طبعا موطيه النار عليها جدا، بقى في ايدي بس انا اساسا موطيه النار عليها. دي قشطة اللبن اللي هي الزبدة. هرجع لكم تاني. انا معلش انا بفصل الفيديو على اساس ما يبقاش فيه الفيديو طويل، يعني هو اساسا بتبقى حاجة بسيطة مش حاجة كتيرة، يعني عشان ما اخدش وقت كتير، هو حاجة صغيرة. ماشي يا جماعة الزبدة هي خلاص كده بقت السمنة اهي. هسيبها بقى تبرد، هطفي عليها وهسيبها تبرد وبعدين ارجع لكم تاني. بصوا بقى عاملة ازاي، مفيهاش ريحة، ريحتها حلوة جدا، مفيهاش ريحة اللي احنا الزبدة اللي احنا بنشتريها من بره ونيجي نسيح ونعمل، بتبقى ريحتها كده مش متظبطة ساعات، وساعات بتبقى مليانة كده حاجات تانية. المهم دي حاجة احنا عاملينها طبعا بايدينا، القشطة احنا محوشينها عملناها سيحناها اهي، عملناها زبدة وبعدين سيحناها، يعني كله قدام عينينا بنعملها. هرجع لكم تاني. رجعت لكم تاني يا جماعة. ادي الزبدة اللي هي السمنة بقت، وده اللي هو ايه اللي انا هحطه دلوقتي في المش، طبعا المرطة. طبعا انا فضيته بقى، هسيبه ينش يجمد وبعدين هرجع لكم تاني. نجرب بقى يا جماعة الزبدة اللي احنا سيحناها بقت سمنة. خدت معلقة كده، نص ايه نص معلقة، مش معلقة طبعا، حاجات بسيطة. ونجرب عليها بقى ايه الميكس اللي احنا كنا عاملينه بطعم البسطرمة والصدق. بسم الله الرحمن الرحيم.
نقطع كده زي ما احنا عايزين بقى، طرنشات حتت زي ما انتوا عايزين تقطعوا، مش لازم يعني شكل الطرنشات اي حاجة، بس ايه قطعوه هو متلج. مش هنقطع بصور بس بإيد واحدة بس يا جماعة، شكله ما بتحمر يا دوبك بس كده. هعمل ايه بقى انا دلوقتي؟ بس انا بجرب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كل ده ما بيستحملش حاجه، نحط بقى حته جبنه كده هنا عشان تدي طعم للبيضه، عشان انا مش بحط ملح يعني، طبعا الميكس ده فيه ملح وفيه كل حاجه، بس هي ديت حته جبنه. طبعا ايه المنظر بيبين يعني الشكل العين. بس يا جماعة دي الزبدة اللي احنا القشطة اللي عملناها، عملنا الصدق بردك، عملنا الميكس ده، وادي البيض اهوت. سندوتش بقى بصراحة بيبقى جميل جدا. ادي السمنة دي اللي احنا عملناها، وبنعمل بينا حاجات كتيرة قوي طبعا، بس قلنا نجرب طالما في حاجة عندنا احنا ما عملناش في الفيديو اللي هو الصدق الميكس. كنت عايزة اعمل لكم حاجة بس ابتدينا اهو نعمل اي حاجة، ورجعنا تاني في التلاجة الحاجة وادي السمنة. وما تنسوش بقى الاشتراك في القناة، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من قناة انا سوسو، قناة منزلية بسيطة وانيقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله على خير.